ينقل كرة أمامية مقطوعة من الدفاع الروماني عند جورجي هاجي الذي يحاول أن يقود هجمة مضادة لمصلحة منتخب رومانيا، ينقلها إلى رادوتشي ويدخل منطقة الجزاء ينفرد وفي وضع خطير، والهدف الأول لمنتخب رومانيا. الثاني عشر دوليا له، رومانيا في المقدمة إذن على عكس مجريات المباراة. دوميتريسكو والكرة في المرمى مباشرة من مسافة بعيدة جدا، جورجي هاجي ينجح في إحراز كانت من دوميتريسكو إلى هاجي الذي يرسل كرة عالية مباشرة تسقط في الزاوية اليسرى خلف كوردوبا مقابل لا شيء لكولومبيا. هدف اعتقد انه الاجمل الى الان في كأس العالم الحالية في امريكا. 21 هدف دولي ولاعب في بريشيا الايطالي. لاحظوا هذه الكرة الذكية جدا والحارس الكولومبي لان الكرة لمست في قدم لاعب كولومبي. جورجي هاجي الى لوبيسكو، هاجي من جديد والكرة